في حالة من الارتياح كده عند جمهور النادي الأهلي عن كرة السلة، في حالة رضا يمكن ما شفناهاش من فترة، يمكن كان الجمهور دايما بيبقى زعلان من فريق السلة، دايما فريق السلة كده بيبقى شايل خاطره شوية، إنما في فترة اللي فاتت دي من أول بطولة أفريقيا ويمكن قبلها شوية في ارتياح، وارتياح عن الصفقات، رضا عن الصفقات اللي بقى لها ساعتين ثلاثة بتيجي، رضا عن الأداء، رضا عن الجهاز الفني كمان اللي جه تولى المسؤولية خلف الكابتن أشرف توفيق، ففي حالة كويسة. فكان لازم نجيب طبعا معانا نجمين هم من قبل ما يجوا النادي الاهلي وهم نجوم، هم مأدين اداء كويس، ارتقوا بادائهم، خلى حتى النادي الاهلي يبقى في حساباته انه يبقى موجود معانا. طبعا في البدايه كابتن عمر عزب، نجم نادي سموحه السابق ونجم النادي الاهلي الحالي، اهلا بيك عمر. اهلا نور قناه النادي الاهلي، حضرتك الله يخليك. معانا طبعا مروان سرحان، اربعيه النادي الاهلي واربعيه سموحه، وانتقل السنه دي طبعا قادما من سموحه ونجم النادي الاهلي دلوقتي، اهلا بيك يا مروان. اهلا بيك يا منورنا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك بنورك. بص يا مروان، طبعا في البدايه ببارك لك انت وعمر ما شاء الله، يعني حتى الان اداء جيد، بطولتين في اقل من شهر جم مع بعض، بطوله القاهره وبطوله عربيه، الف مبروك طبعا وحاجه جميله جدا. بس الجمهور متشوق يعرف كواليس الصفقه، يعني برضو خلينا نتكلم بعد ما تمت الصفقه والدنيا وليه كان بالرغم ان احنا كنا عارفين انتوا ماضيين، يعني عايزين نتكلم الموضوع ابتدى منين، من امتى او امتى النادي الاهلي كلمك؟ انا الموضوع بدا معايا كان بعد انتهاء الدوري على طول، بعد الخروج من البلاي اوفس بخساره بتاعت النادي الاتحادي، كنت انا حتى كنت مسافر، كنت في امريكا، وحد تواصل معايا من النادي الاهلي. مين؟ عادي قول. كابتن احمد الجرحي. كابتن احمد الجرحي كلمك، كنت انت في امريكا ساعتها. كلمك قال لك، كلمني وقال لي احنا انترستد، يعني انت تبقى موجود وتيجي النادي الاهلي. فبالنسبه لي طبعا انا قلت له ما فيش كلام، يعني انا اعتبرني انا موافق، يعني انا دي تالت سنه على التوالي النادي الاهلي كان بيحاول يتدخل يعني مع نادي سموحه، عشان انت كان عندك فري ولا كان فاضل لك سنه؟ لا كان فاضل لي سنه، اخر سنه في عقدي. فمن ناحيتي انا طبعا كان الموضوع كان منتهي، يعني قلت له انا اعتبرني ماضي وموافق وكل حاجه يعني فورا. فقلت له الجزء الكبير هيبقى ان انتوا تتواصلوا مع نادي سموحه ونادي سموحه ان هو يوافق يعني. فهي اخذت وقت طويل شويه. انت كنت ده كان في شهر كام تقريبا؟ كان مثلا في شهر 6. شهر 6. كنت في امريكا ساعتها والاتصال حصل هنا. وبعدين رجعت انت امتى من امريكا؟ انا رجعت في اوائل شهر 7. اوائل شهر 7. بس الموضوع خد كلام كتير و... اخد مثلا خلص في نص شهر 8. طب انت عرفت ان هم كانوا بيكلموا عمر ولا ما كنتش تعرف؟ في الاول لا ما كنتش تعرف. انت في امريكا ما كنتش تعرف. طب انت عمر بقى في نفس الوقت اتصل بيك النادي الاهلي او يعني هو الأهلي؟ هو كان في نفس تقريبا نفس الوقت يعني نفس في الكابتن احمد الجرحي برضو اتصل معايا اتكلم معايا، وطبعا قلت له رغبتي الاولى طبعا كده كده، بس انا كنت وقتها كان عندي منتخب، فانا منتخب يعني فوكلت كل حاجاتي للايجنت بتاعي اللي هو يوسف طبعا، محمد يوسف طبعا. فهو كان ماسك كل حاجه وانا كنت يعني مركز اكتر في المنتخب، وطبعا كانت رغبتي طبعا ان انا عايز العب في الاهلي، بس في نفس الوقت ان انا لازم اركز طبعا مع المنتخب، ان احنا كان عندنا بطوله افريقيا وساعتها كان عندنا طبعا يوسف اكيد رجع لك انت كذا كذا انت تمام. انا طبعًا في النادي الاهلي. هو كان يعني بيوصل لي كل حاجه، انا كنت بقول له طبعا رغبتي الاولى، وبقول له كابتن جرحي كمان وكابتن طارق غنام اللي تواصلوا معايا طبعا دي كانت رغبتي الاولى، وكنت عايزها من زمان والحمد لله يعني جت. فبس هي كانت في بطوله كمان في الاردن فمنتخب، فكنت مركز اكتر مش عارف اتواصل شويه، فهو الحمد لله يعني الايجنت كان يعني. طب هو يوسف هو برضه خلينا نقول انه الصفقه شافت مراحل، يعني في الاول كان في كونتاكت ان انت يبقى عندكم رغبه، وبعد كده بدا المفاوضات مع سموحه، حصل الموضوع راح وجي كذا مره، انت عارف المفاوضات بيبقى الاتفاق المقابل المالي مش عارف، وعرفنا بعد كده الموضوع تم وفي صفقات طايره كره طايره لعيبه دخلوا في الموضوع اعارات لنادي سموحه. بس انا سمعت حاجه، سمعت ان انتوا يعني سبتوا مثلا يعني كان في مستحقات ليكوا، هل تنازلتوا عن جزء عشان تيجوا النادي؟ هل ده حصل فعلا؟ سمعنا الكلام، هل ده حصل ولا ما حصلش؟ هو يعني فرح يعني يعني حصل. هو حصل يعني حصل. يعني تنازلت، على فكره بيحصل في اي حته في العالم، تنازلت عن بعض مستحقاتك عشان تسهل الصفقه دي. يعني هو يعني تنازلت عن مستحقات. وانت طبعا بالنسبه لك برضو انا تنازلت عن جزء كبير جدا مستحقاتي. جزء يعني احنا سمعنا مليون جنيه، يعني انا مش عايز اتكلم عن الرقم بالظبط، بس يعني رقم كبير. رقم كبير، رقم كبير تنازلت عليه. وعمر نفس الكلام، نزلت على المؤخره كلها يعني عشان تسهل الصفقه انها تتم. يمكن يا مروان لما بتبقى رغبه اللاعب الانتقال لنادي هو عايزه ورغبته بتبقى هي الاساس وبتسهل الدنيا، خاصه لو النادي اللي انت موجود فيه وبتلعب فيه حس بالرغبه دي، وبالتالي الموضوع ده سرع الدنيا. طبعا انا بقول لحضرتك كابتن هيثم، من انت عارف طبعا كابتن اشرف توفيق هو اللي كان ماسكنا من صحيح حوالي 3 سنين رحت افريقيا معاه. فبعد
انتقاله يعني النادي الاهلي هو كان بيحاول يعني يتكلم معايا كذا مره بس اداره النادي ما وافقتش في سموحه. فبقول لحضرتك دي كانت ثالث سنه على التوالي، فانا كان حلم بالنسبه لي يعني وشرف طبعا ان انا اجي النادي الاهلي. فحسيت بارتياح طبعا زي ما انت قلت، ان انا حسيت ان جزء كده من اللي انا كنت عايزه اتحقق. بتعرف يا مروان انا بتفرج عليك في الملعب، انا جيت حضرت التمارين ليكوا كتير وانت في الملعب، انا بحس انت بتلعب مستمتع طبعا. يعني انا طبعًا. يعني انا بحس باللعيب، في فرق بين اللعيب نازل بتنشن وبتاع، لا انت مستمتع ونازل حماسي، اللي يشوفك يقول ده انت ابن نادي الاهلي. طبعا طبعا، اصل انت لازم تحب، يعني انت لازم تستمتع باللي انت بتعمله. احنا برضو الحمد لله ان احنا شغلنا هو اللعب رياضه، فدي طبعا نعم. حاجه من نعمه طبعا نعم. مش اي حد يقدر يعمل كده، فدي فانت لازم تستغلها وتستمتع وانت بتعملها، لان دي حاجه نعمه زي ما انت بتقول. انت من اولاد نادي سموحه؟ يعني ناشئين وكده؟ من وانا عندي 6 سنين. طب وانت عمر برضو من اولاد سموحه؟ انا ومامتي كانت بتلعب برضو باسكت في النادي، كابتن الفرقه. فعلا مين؟ لا مش لا قول لي الاسم. ريم ريم عادل بي. مين مامتك؟ ريم عادل والله كانت بتلعب في السموحه ما شاء الله. يعني انت اصلا من اسره كره سله. طب انا كده عندي اجابات اهو، انا عندي اجابات دلوقتي اللي عرفت انت طالع ليه شارب الموضوع. من صغير كده وبابا برضه كان بيلعب، فيعني هو اخويا بيلعب باسكت برضه. كان بيلعب في سبورتنج. انتوا يعني كلكم بسم الله العيله كلها. طب ده حاجه كويسه، ده اول مره انا يعني اخد بالي. بس انت الاسره برضه كانت بتلعب باسكت؟ تمام. عندي اخويا كبير كان بيلعب في سموحه برضه، بس ما كملش، سافر هو. ووالدي برضه كان بيلعب، فانا طلعت لقيتهم هما الاثنين بيلعبوا فكملت. بس دي حاجه على فكره يعني حلوه، ان انت تبقى طالع من اسره وبعد كده تحقق لهم، خلي بالك هما كان ليهم طموحات فيكم. طبعا. فانت طبعاً. انت دلوقتي حققت لهم طموحاتهم. طب قول لي لما بحكم ان عيلتك بقى يعني كلهم لاعبين كره سله وانت من ولاد نادي سموحه، ولما حصل مفاوضات مع الاهلي وبلغت مامتك، بلغت باباك، بلغت اخوك احمد اللي بيلعب لسه في نادي سموحه وهو لعيب كويس على فكره، كويس يا جماعه، لعيب كويس ماشي، لعيب كويس ماشي، بنقولها بس في السر كده. فهو يعني احمد اخوك وكده، لما قلت لهم قالوا لك ايه؟ انا طبعا لما اتكلمت مع والدي والدتي كانوا طبعا يعني 100% سبورتيف، اللي هو لا دي خطوه، هي خطوه كبيره جدا. قالوا لي لا خدها انت قدها وان شاء الله ربنا يكرمك فيها، وشرف ليك انك تلعب في الاهلي. طبعا روح. اخويا كان متضايق طبعا ان انا هلعب، يعني مش هلعب معاه، بس في الاول يعني ما رضيتش اقول له، كان متضايق. بس بعد كده اللي هو قعدت اقول له واحده واحده، قال لي طب خلاص روح وربنا هيكرمك ان شاء الله وبس. فالحمد لله. طب خلينا اتكلم معاك عن بطوله العالم 2017 صح؟ انت لعبتها. وكلمنا عنها، يعني قول لي مين جيلك، مين من اللعيبه اللي كانوا موجودين؟ انا كنت كابتن فريق وقتها، كابتن منتخب. كنت انت الكابتن؟ كنت كابتن منتخب. كان معانا المدرب كوتش اورينجا، كان المساعد كان كابتن أورينجا. طارق خيري. اورينجا طبعا، وكابتن طارق خيري، كابتن طارق السابق، كان ده الجهاز الفني يعني. وكان معايا بقى الجيل اللي هو عمر الشيخ ودلوقتي في امريكا. عصام تامر في امريكا برضو. بيعملوا ايه؟ دراسه بقى. بيدرسوا؟ بيدرسوا ولا بيلعبوا وبيدرسوا؟ لا بيلعبوا ويدرسوا. بيلعبوا في جامعات يعني. والصناديلي برضو. والصناديلي، سيف الصناديلي، جندي صغير. جندي صغير. محمد اسامه، محمد ناصر. كان بيغششوني على فكره. انا قلت برضه لا لا الصناديلي فاكره بس. بس كان اول مره يعني العب، كان هنا يعني في استاد القاهره، كان اول مره العب جمهور، اول مره اشوف يعني ادخل صاله واحد الاقي الجمهور متقفل، صاله متقفله. يعني جسمي اشعر اللي هو لا حاجه طبعا يعني فخر. ما كنتش واخدين على الجمهور. فخر طبعا. لا بالعكس، ده ادانا دفعه جامده جدا، والحمد لله كسبنا ماتش افتتاح كان مع بورتوريكو يعني. الحمد لله ربنا كرمنا بس يعني حصل اصابات كده في النص وما عرفناش يعني. بس انا مش فاكرك عمر في يعني انت كنت لسه صغير من 4 سنين، مش فاكرك قوي يعني. انا حضرت الماتش الافتتاحيه دي، مش فاكرك قوي. ما هو المشكله ان انا كان عندي يعني قبليه ب5 شهور بالظبط، 6 شهور، جالي رباط صليبي وغضروفين. قطع في الرباط الصليبي، فانا يا دوب رجعت اتمرنت مع المنتخب شهر بالظبط ورحت، فمش بلعب كتير. فاهلت. طبعا يعني اهلت مع كابتن محمد علي، كان مسك التاهيل بتاعي. كان طبعا الموضوع صعب جدا ان انا احاول اضغط نفسي على قد ما اقدر ان انا الحق يعني. كنت بقضي اليوم كله في الجيم تاهيل، يوم كله قعدت سبت كل حاجه. بس ثقه من الجهاز الفني الحقيقه انه عارفك. الحمد لله ان انت شهر ورجعت. فدي كويس. ودي بتهيألي دي كانت بدايه يعني 5 شهور. قعدت 5 شهور بالظبط. قعدت شهر باسكت بتمرن، كان رمضان، رحنا اسبانيا معسكر خارجي ورحت يعني على طول. طب قول لي يا مروان، انا يعني انت لعبت منتخبات في السن الصغير؟ لعبت مع منتخب اللي كان اكبر مني، كان اللي هو جيل 90 91، انا جيل 92.
وكان كابتن هشام مافيا. كان اللي تماسكه هشام مافيا. ساعتها لعبنا بطولة افريقيا. كانت في مصر تقريبا؟ في اسكندرية في 2008. وكان جيلي بقى السنة اللي بعديها 2010 كان عندنا بطولة افريقيا مع كابتن زاهر عبد الباسط. زاهر عبد الباسط طبعا فاكر. في رواندا. وبعدين لعبنا كأس عالم 2011 في لاتفيا. وانا عايز اقول لك كان رواندا ساعتها الملعب الحمراء. كان الكابتن اللي لعبت عليه كان لسه مش الصاله دي. لا دي لسه مبنيه من سنتين ثلاثه. كانت الملعب بس كان وكان الاكسجين قليل وكانت الدنيا هناك صعبه جدا. يعني انت لعبت منتخبات. يعني جيلي المفروض كله ان هو بيلعب دلوقتي. يعني انا كان في المنتخب اللي هو الاكبر مني كان معايا عمرو الجندي وعمر طارق. انت اول سنه لعبتها درجه اولى امتى؟ كان في نفس الوقت ده كان 2009 2010. وانا ببطل. انت كنت لا انا كنت اتفرج على حضرتك. لا ده انا لعبت وصدكو في 2011 2009 و10 و11 و12 و13 كنت بلعب وصدكو مع كابتن اشرف توفيق. انت تعبتني في 2011. من 2011 تعبتني قوي. يعني كنا بنروح هناك الماتشات باسبوعها. يمكن يعني الفرق كبير شويه بيني وبين عمر. بس يمكن احنا لحقنا بعض خمس سنين. اتفرجت على حضرتك كتير. كان في الملعب. وعايز اقول لك انه سموحه لما وقف في كره السله يعني قعد معانا نجمين. يعني ما كناش هنشوفهم الا اذا كانت سموحه وقفت في كره السله رجليها. يعني طب انا هقول لكم على حاجه كده وخلينا نتكلم. يعني دايما يقول لك اللعيب الاسكندراني طبعا احنا بنقول طلعت وكسبت طبعا الاستوديو يعني ناقصنا بس البحر يبقى موجود زي ما اسكندريه دايما. وانا جيلي والقبليه ولاد اسكندريه للاتحاد. هو يعني مش عشان حاجه مش قصدي حاجه بس هو عشان كابتن مدحت ورده. يعني كله على طول اي حد ماشي في الشارع كابتن مدحت ورده كابتن مدحت ورده كابتن مدحت ورده. فالاتحاد وكابتن مدحت ورده بالذات اخدين شعبيه كبيره جدا في اسكندريه. وهي اسكندريه صغيره طبعا. فكل الناس عارفه بعضها وكل الناس عارفه كابتن مدحت ورده. يعني فطبعا اسطوره كبيره جدا طبعا. شعبيه كبيره جدا يعني. فدي تقريبا يعني عشان كده يعني كله كان بيروح الاتحاد عايز يبقى مدحت ورده الثاني. وخلي بالك برده هي كانت بتبقى يعني رايح جاي يعني من اللاعب عايز يروح واسكندريه كلها ايه اسكندراني يروح مصر. لا ده الكلام ده عارف انت سيبه بلدنا كان كده. بس واضح ان بعد الاحتراف يعني زمان كان في سان مارك. فاكرين سان مارك؟ كان لعبتها على طول تروح الاتحاد. الاولمبي. مين تاني؟ شبان المسلمين. كابتن اسماعيل احمد طبعا. اسماعيل احمد راح الاتحاد طبعا. ده علي طبعا. فدول برضو الله ينور عليك. كل الانديه دي كانت بتغذي الاتحاد. وكان الاتحاد كان الموضوع ما كانش فيه احتراف. يمكن بعد الاحتراف بقت الامور الموضوع بقى دلوقتي عشان المنافسه برضو في الدوري زادت. فاعتقد ده برضو جزء من الموضوع. يعني اللعيبه بتتوزع خاصه بعد القانون اللي هو الاتحاد الباسكت عمله. فده هيجبر الانديه ويجبر اللعيبه كمان انها تبص لأندية اكتر. ما خلي بالك ما في لعيبه قاهرين برضه يروحوا اسكندريه عشان الناس ما تزعلش. طيب اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع نجوم كره السله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. عمر ارجع البطوله العربيه. البطوله العربيه هي بطوله يعني فرحت الناس وكان اول لقب لينا. انتوا كنتوا رايحين البطوله حسيت هتكسبوها؟ هو احنا رايحين طبعا البطوله لسه ما انسجمناش مع بعض قوي لسه ما نعرفش بعض قوي يعني ولسه ما نعرفش المدرب كمان دماغه ايه. بس احنا كان عندنا من جوانا عارفين ان احنا ان شاء الله داخلين احنا اتفقنا مع بعض داخلين لا هناخد البطوله. احنا داخلين من اول يوم لاخر يوم احنا داخلين ناخد البطوله. فرق كلها هنعمل مجهود هنعمل اللي علينا وربنا في الاخر يعني المكسب مع ربنا طبعا. بس احنا هنعمل اللي علينا وداخلين احنا يعني واثقين في كابتن اوستي جدا ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا هناخد بطوله. يعني دي كانت حلو حاجه جدا يبقى في ثقه من الجهاز في اللعيبه ومن اللعيبه في الجهاز طبعا. لعلمك موضوع طبعا. العكس اللي هو من اللعيبه للجهاز الثقه دي بتفرق. الناس طبعا. مش حاساها بس ده حقيقه. لا طب قول لي اول تمرينه ليك مع مستر اجوستي حضرت اول تمرينه بتضحك كده وانا يعني انت كنت جاي من المنتخب انا كنت جنبه لعبته ولم توفقوا في رواندا وجيتوا اول تمرينه بقى خلاص خدتوا 10 ايام راحه واول تمرينه اول تمرينه كان ايه بقى؟ اول تمرينه انا كنت مبسوط جدا بصراحه. يعني انا داخل الصاله حاسس ان انا لا انا مبسوط وحاسس ان انا عايز اتمرن. يعني انا بحب اتمرن بس لا حاسس ان انا عايز اتمرن. عايز التمرينه حلوه جدا تمرينه مفيده جدا يعني اتعلمت منه حاجات كتير جدا بجد. اول تمرينه ايه النصايح اللي ادالك مثلا؟ مش لازم اول تمرينه يعني. هو نصايح اكترها حاجات في الديفنس بصراحه. يعني هو راجل دماغه بصراحه ذكي جدا وذكي جدا في الاوفنس كمان. يعني هو انا كبوينت جارد محتاج ابقى ذكي. هو بيديني الذكاء ده من بره بصراحه. انا بحس ان انا لا انا بتعلم منه. انا حاسس ان انا في الموقف ده هعمل كده في الموقف ده ممكن اعمل كده. في الديفنس اكتر هو خلاني ان انا اتحرك احسن. اروح هنا يعني لما الكوره تيجي هنا اروح هنا بحس ان انا لا بفهم احسن. وخليني اقول لك برده انت عملت حاجه كويسه جدا عمر بامانه. جمهور الاهلي كله يعني فاهم ده انت الهمسه بيحسبوا عليك ما شاء الله يعني انت فين كويس. لما كان
البوينت جارد المحترف، يعني انت حظك ان المحترف جاي في مركزك. بس مع ذلك طبعا مستر اوجستي عامل روتيشن حلو، يعني مش سايبه طول الوقت في الملعب، يعني تقريبا الملعب بيتنصف ما بينكم وما بين بعض. انت عملت حاجه كويسه جدا جدا جدا، ايه؟ في خروج تومسون ونزولك الملعب ما بيقعش، وبانت من البطوله العربيه، وانت كتبت بالموضوع ده شهاده ميلادك الحقيقيه. الحمد لله. صح ولا انا غلطان؟ هو يعني ده لازم حاجه اعملها، ان انا لازم كنترول الملعب مهما كان انا نازل امتى. يعني دي حاجه انا بعملها حتى لو مين بيلعب قبليا، يعني حتى لو انا لعبت الاول قبليه لازم انا برضو كنترول الملعب. ما ينفعش الملعب يقع باي شكل، يعني ما ينفعش التيرن اوفرز كتير ورا بعض، لازم مثلا 2 تيرن اوفر، لا لازم الملعب يهدى، لازم دي يعني. وطبعا المجهود والديفنس ده كل ده هو اللي بيخلي الملعب ما يقعش بعد المحترف طبعا. وعجبني كمان ثقتك في نفسك انت بتتكلم فيها، يعني الثقه في النفس دي على فكره نص البوينت جارد صانع العاب محتاج ثقه في نفسه. لو الفرقه كلها فقدت ثقتها بنفسها لازم الم، طبعا لازم الم الفرقه لو في اي مشاكل. لازم انا يعني هو على طول بوينت جارد اذا كوتش اون ذا كورت، ده كده معروف، يعني المدرب هو المدرب. البوينت جارد هو المدرب في الملعب، فلو في اي غلطات لازم انا الم اللعيبه. لازم مش فرقه سني، يعني مش فرقه بلعب، طبعا كل اللي جنبي بنجوم طبعا وزملائي وحبايبي، بس لازم طبعا الم الفرقه لو في اي مشاكل. بالظبط. طب مروان، يعني برضو انت اول تمرينه ليك، يمكن اول تمرينه تقابله شويه. هو بالنسبه لي كان بسبب موضوع التنازل عن الماديه بتاعت سموحه، دي كانت مفاجاه بالنسبه لي وبالنسبه للاداره برضو في النادي الاهلي شويه، او بالنسبه للجهاز الفني، فده اخرت نزول التمرين شويه. كان الموضوع لسه ما اتحسمش، لسه في مفاوضات. اللي حسموا ان انت تنازلت. طب يا جماعه في مشكله، طب انا متنازل عن الفلوس. بالظبط. حاجه جميله جدا، وحاجه يعني عمر ما احنا هننساها، يعني مش عشان الفلوس ولكن عشان حبك وان انت شاري النادي الاهلي. طبعا حتى اول ما الموضوع ده حصل، فانا خدت يومين كده كنت افكر، وطبعا كلمت مع والدي و ربنا يخليهم لك واخويا الكبير، فهم قالوا لي يعني انت بص انت رايح فين يعني. رغم ان والدي يعني اتحداوي كبير، يعني زي ما انت بتقول اسكندريه طبعا. لا وما نقدرش نقول حاجه طبعا، لا بس يعني. اخويا بقى الكبير هو الاهلاوي. اهلاوي يعني. كلام الاخ الكبير هو اللي يمشي. هو قال لي بص طبعا المكان اللي انت رايحه، وده كان نفس التفكير يعني مستقبلك. فبالنسبه لي انا اتاخرت يعني شويه عن الموضوع التمرين، بس اول ما دخلت الصاله بقى وكان اول مره اقابله، انا كنت اتكلمت معاه في التليفون قبلها، بس اول ما قابلته يعني بصي كده ضحك وحضني وقال لي يعني اخيرا واحنا فرحانين بوجودك طبعا هنا معانا، وان شاء الله ننام حاجه كويسه ومع بعض. طب قول لي يعني هو، طب اكتر توجيهات يعني، هل مثلا بيواجهك في الدفاع زي عمر اكتر مثلا؟ هو دفاعي يعني، انا بحب الدفاع. هو الاستراتيجي بتاعته هي كلها مبنيه على الديفنس. هو حتى كان بيتكلم في البطوله العربيه وبعد البطوله العربيه كان بيقول ان احنا ان هو بيثق في اللعيبه في موضوع الاوفنس ده، مع التاكتكس اللي هو بيديها لنا، الاوفنس بلايز والحاجات دي اللي هو بيديها لنا، بيخلي الدنيا بسيطه هتجيب، بس في الموضوع الديفنس هو ستريكت قوي يعني. فهي كل حاجه عندنا مبنيه على الديفنس، حتى لو حد قصر في الديفنس هتلاقيه بيسحبه ويوجهه في الديفنس اكتر ما بيوجهه في الاوفنس. طب عايز اسالك سؤال برضو يا مروان، يمكن انت خبر اكتر كمان من عمر، يمكن برضو عمر هعرف اجابته على السؤال ده. انا لما بيكون معايا مدير فني على الخط هادي مش منفعل، مش على كل غلطه مثلا يلاقيه بيزعق ويتحرك وبتاع، ده بيديني حاله من الاستابيليتي النفسي شويه وانا في الملعب. الكلام ده صحيح؟ طبعا ان يعني من وجهه نظري انا طبعا، بعد التمرين معاه والفتره ده النهائي بتاعت الماتشات. النهائي يا مروان انت كنت هناك؟ انا كنت موجود قاعد ورا. اتفضل مروان. دي بتديك ثقه حتى لو انت عملت غلطه الثانيه. انت طبعا بتهزك شويه بس ما بتحسش بالضغط من بره. لكن لو في ضغط من بره مع كل كوره مثلا انت غلطت، فانت اوريدي بتلوم نفسك، فانت بتحس ان الضغط الضعيف. فانت بتحس ده هيأثر عليك اصلا اوفنسيفلي او ديفنسيفلي. فلكن انا في لقطه كان الماتش اللي فات عجبتني، يعني في سبورتنج، ماتش سبورتنج كان حد يعني كان اول ماتش غلطه في الاوفنس، فهو راجع كان بيعتذر. فهو راح مسقف له قال له ما ولا يهمك عايز يلعب. انا كنت في المدرج فشفت اللقطه دي عجبتك عجبتني جدا.
ان هو اللعيب راجع بيأنب نفسه بيعتذر ده دليل ان هو حاسس انه غلطان بالظبط. فما بيلاقي الكوتش بيسقف له فقال له ولا يهمك يعني. ده بدون ذكر اسامي ده لعيب كبير ولا صغير؟ هو لعيب صغير يعني كمان يعني من باب ادرى لو زعق له هتبقى الدنيا يعني. فهي اللقطه دي كانت بالنسبه لي الماتش اللي فات. فانت انت حاسس باريحيه ان هو البنش بره الدنيا هاديه والموضوع ما فيش ضغط وكل واحد عارف دوره بالظبط. يعني دي جزء مهم جدا. طب انت الروتيشن اللي بيحصل بيضايقكوا كلاعيبه؟ هل مثلا لما هو بيدور الدنيا وده بيلعب وده بيلعب وده كل اللي بيلعب ومبسوط ده بيضايقكوا ولا شايفين ده بيصب في مصلحه الفريق؟ هو بص حضرتك اكيد عارف الموضوع ده دلوقتي في الباسكت ما فيش لعيب بيلعب 35 و40 دقيقه حتى في الام بي ما فيش كده بالظبط. والفرق اللي هي بتكسب او بتدور انها تكسب بطولات ده نفسها لازم يبقى طويل ولازم تكون عندك بنش جاهز اللي بينزل زي اللي بيطلع. فعشان يبقى عندك الموضوع ده لازم كل اللعيبه تلعب. طبعا هيبقى مثلا النهارده فلان موفق النهارده ده مش موفق مثلا الموفق ده ممكن ياخد مينتس اكتر من اللعيب التاني ده شيء طبيعي يعني. لكن الروتيشن ده شيء اساسي يعني لازم يحصل. كويس انتم متفاهمين ده. وخليني اقول لك برضو حاجه حلوه. عمر بيتفرج على الماتش كان بيتفرج علينا الماتش ده يعني عمر قاعد بيتفرج طبعا ذكريات وبطوله جميله. مركز 4 انا طول عمري بقول عليه ان هو بيبقوا عصبيين شويه يعني. انا لعبت مع اربعات كتير عصبيين. انت واحمد حمدي غيرتوني الموضوع ده خالص. يعني مركز يعني انتوا اعصابكم هاديه ما شاء الله يعني ما شاء الله. انت بتتكلم هدوء انت في الملعب طبعا طاقه ما شاء الله جامده جدا وفي حماس بس برضو الهدوء ده حاجه حلوه. هو احمد حمدي اهدى مننا من الناس كلها يعني. احمد حمدي كول خالص يمكن السنه دي هو بيأدي كويس. ربنا يوفقكم كلكم يا رب ان شاء الله. طب عمر خليني اجي لك برضو نفس السؤال. اللاين والخط بره لما بيبقى الكوتش واقف عليه هادي حتى في اسوأ مش اسوأ فاصعب زي ما بيقول الكريتيكال تايم اللي هو بيبقى الوقت المحرج اللي هو بيبقى خلاص اخر الماتش لما بتلاقي الكوتش هادي والدنيا وحتى لو فرقه ثانيه بتطلع عليكم ده بيدي لك انت كبوينت جارد بيدي لك يعني هدوء في تفكيرك. شايف ده ازاي؟ ما هو ده يعني ده اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه. ده اللي بيديني الثقه ان انا العب بيديني الثقه ان انا لا احنا هنكسب ان شاء الله. احنا ابص بره مش المدرب مش متعصب البنش هادي الناس مركزه الكوتش بيقول لي. وكمان خلي بالك الكوتش لما يكون هو مش متعصب نفسه يعني هو بيقول تعليمات صح يعني هو بيعرف يفكر اكتر صحيح. فهو الكوتش هادي جدا فده اللي بيخليه ذكي جدا. هو هو عارف هو بيقول ايه امتى تايم اوت امتى تايم اوت هنعمل ايه دلوقتي. فالهدوء ده بيأثر علينا في الملعب جدا. كلنا بنبص بره لو يعني انا بعد ما بغلط لو غلطت حتى لو غلطه يعني جامده جدا لا هو الكوتش عادي مفيش الزعيق مفيش البهدله لا هو ممكن يكمل وهنزل تاني هطلع وانزل تاني بالظبط. والروتيشن شغال يعني الروتيشن يعني كله بيلعب. ودي فرق بطوله ما ينفعش فرقه البطوله واحد يلعب اكتر من 20 دقيقه ما ينفعش يعني ممكن 30 لو هو موافق جدا. بس يعني فرق بطوله بالذات لازم يكون في روتيشن كله كله لازم يلعب يعني مش زي مثلا قبل كده انا ومروان كنا بنلعب 40 دقيقه مثلا بس خلي بالك تجربتكم مع سموحه تلعبوا 40 دقيقه دي صدقني فادتكم. ده خبره كبيره جدا خبرة. يعني انت خدت خبره فوق ايديا طبعا دي حقيقة. يعني خبره كبيره جدا في سموحه. الناس سموحه استفدت جدا يعني سموحه يعني اللي احنا فيه دلوقتي الحمد لله يعني بنشكر سموحه طبعا ان هو ادتنا خبرات. طب تقعد مع مين في الاوضه؟ هو هو اللي بعد هو يعني تقعدوا مع بعض حتى في المنتخبات كنت تقعدوا مع بعض طبعا طبعا يعني انتوا مرتبطين اخويا وصاحبي طبعا فالحمد لله يعني ان احنا نيجي هنا مع بعض كمان فدي يعني دي مهونه عليكم الدنيا كتير. خلي بالكم انتوا اسكندرانيين طول الوقت يعني اسكندريه طلعنا براحتنا يعني خلي بالك. بس انا الحقيقه انا بشكركم طبعا انتوا جيتوا لي النهارده ليه؟ لان انتوا كنتوا مخسرين ماتش اول امبارح وكان عندكم راحه وكنت ممكن تقولوا لا. في الحقيقه وجودكم النهارده ده انا مقدره جدا والله. واحنا كأسرة البرنامج وقناه مقدرينه جدا وده بيتكم ده برنامجكم يعني ونتمنى على طول دايما تبقوا واقفين. طب خليني اروح معاك في حته ثانيه يا عمر وهي بطوله افريقيا اللي لعبناها مع المنتخب. مهم جدا لازم نتكلم وده مش عيب ان هو يعني المنتخب لم يوفق وخد المركز ال11 يعني. انا شايف من وجهه نظري يعني اللعيبه ما قصرتش اللعيبه ادت اللي عليها وعملنا ماتشات كويسه جدا ولكن هو ضعف في الاعداد شويه يمكن ما لعبناش ماتشات كتير مع بعض محتاجين وقت اطول يمكن البطوله مش مؤهله لحاجه او بتاع بس كان مهم. شايف البطوله فادتنا ولا لا؟ هي البطوله طبعا فادت كلنا خبرات طبعا الحمد لله كلنا. بس هي الفكره ان كان في ظروف اثرت علينا خارج الملعب يعني احنا مثلا كنا قاعدين بعيد عن الاوتيل صحيح قاعدين على الملعب ساعه ونص ولا ساعه الا ربع بعيد جدا وماتشات وديه ما عرفناش نعمل ماتشات وديه عشان الكورونا عشان كده وكمان في اصابات يعني كانت مهمه جدا كان قبل الماتش بيوم انس كمان اصاب في اول ماتش هيثم كمال اتصاب في الاردن في اصابات كثيره جدا اثرت علينا. فالاصابات مع العوامل الخارجيه الثانيه الاوتيل ما كانش احسن حاجه كناش بناكل اكل كان وحش جدا
مسافة كبيرة جدا، ما ينفعش تتمرن الصبح، في ايام كنا بنتمرن، في ايام كنا بنجري في الجنينة مثلا. فدي كلها عوامل طبعا مش مساعدانا ان احنا نلعب، بس احنا كلنا قدنا والجهاز الفني كله قد ده وعملوا كله عمل اللي عليه طبعاً. وبصراحة يعني بطولة انا كان اول مرة العب بطولة افريقيا، فدي طبعا ادتني خبرة كبيرة جدا. انت صغير كمان الحمد لله 23 سنة دي، يعني يمكن انا لعبت بطولة افريقيا يمكن اصغر منك، لعبت 21 سنة، بس في السن ده هتلاقي نفسك لاعب ان شاء الله ربنا يديك الصحة، لعب لك 6 7 افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. طب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، عندنا كلام كتير هنتكلموا عن كرة السلة ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مروان اجيلك، يعني انت معجون باسكت ما شاء الله، يعني قصتك كلها كرة سلة زي عمر برضو كده، حاجة جميلة. وفي اسكندرية بتلاقي الموضوع ده على فكرة، يعني اسكندرية اللعبة الشعبية، الناس اللي راحت اسكندرية وعارفة ولعبت وشايفت اللعبة الشعبية الباسكت، ما سيبك كرة على راسنا طبعا، بس الباسكت هو الباسكت. مين مسك الاعلى؟ مين اللي انت وانت طالع عايز شايفه وعايز ابقى زيه؟ هو كان طبعا من صغري اول ما انا بدات كان والدي طبعا، كان والدي واخويا، يعني دول من وانت صغير كنت لسه بقى ما اتفرجتش قوي على باسكت غير بعد. اخويا نفس مركزك؟ لا اخويا كان بوينت جارد. اقصر مني شويه. فانا اول ما بدات اتفرج كان طبعا كابتن اسماعيل احمد طبعا، اسطوره الاسطوره يعني. ف اول ما فتحت عينيا كان هو اللي قدامي، يعني اول ما بدات اتفرج يعني كان اتعلقت بيه واسلوبه. فهو على طول بالرغم ان انت لما بدات تلعب ما كانش اسماعيل في مصر، كان مسافر. كان مسافر. بس انا مش كنت بتابع ماتشاته، كنت بقى على طول كان والدي يعني يقول لي اسماعيل احمد اسماعيل احمد. فانا لما كبرت شويه بقى بتابع الدوري عامه يعني، وفرق طبعا على اليورو ليج دلوقتي يعني. بس مين في الام بي اي مثلا بتحبه؟ يعني انت بتروح امريكا وبترجع فاكيد بتشوف ماتشات الام بي اي. انا رحت ماتشات كتير، انا كنت بلعب في دوري الجامعات هناك. فحضرت ماتشات كتير يعني. بس كنت بتلعب في جامعه ايه؟ ويسترن اوريجون. دي كانت في ولايه اوريجون. اوريجون جنب الجامعه بتاعت ايهاب على طول. ايهاب امين. انا كنت هناك اول ما انا اتخرجت. ايهاب دخل. ايهاب دخل. شفت بقى. طب بس انت ما لحقتش تلعب قصاد؟ لا احنا لعبنا الجامعه بتاعت ايهاب سنتين ورا بعض، بس اول ما انا اتخرجت ايهاب دخل السنه اللي بعديها. انا حتى كنت قابلته في نيويورك قبل ما يمضي مع جامعه اوريجن دي، وانا قلت له جامعه كبيره بس خلي بالك اقول لك على حاجه مروان، انت مظلوم اعلاميا والله. واحنا دورنا ليه يعني؟ انا بكلمك يعني مروان، انت عندك خبرات ما شاء الله يعني مع المنتخبات والجامعات، ورجعت مسموحه شلتهم سنين طويله، عملت انجازات كويسه، لعبت مع افريقيا وبتاع، بس انت مظلوم اعلاميا يمكن هدوءك شويه، بس انت بعد كده مش هتتظلم اني مو خلاص انا حطيتك في دماغي. فتبقى حاجه كويسه يعني، انت ما شاء الله عندك تراكم خبرات كويسه الحمد يعني لله. دي وحاططها تحت خدمه النادي الاهلي، وبعد الخبرات دي كلها تقول انا عايز اجي النادي الاهلي، فده هتلاقيها. انا قلت لحضرتك ده شرف يعني، وحاجه انا كنت عايزها بقالي كام سنه، فانها تتحقق دي. لا واحنا مستنيين منك كتير، ولسه ان شاء الله لسه بطولات على ايدك، ان شاء الله تحقق كتير كتير يعني. عمر برضو يعني نفس الكلام، يعني هل انت ما فكرتش مثلا تطلع جامعه، خاصه ان انت كنت يعني برضو مميز في منتخب مصر، ونفس الكلام لعبت بدري درجه اولى، فكرتش ان انت تطلع بتاع ولا ما؟ لا انا كنت هطلع بس جالي يعني الاصابه، جالي الصليبي وغضروفين، فخلاص قلت يعني ده قدر، وان انا لازم خلاص كده حاض يعني. بس اقول لك على حاجه، وعادك كان احسن ليك والله، اقول لك يعني مش عشان حاجه، انت اكتسبت خبرات ما كنتش هتكتسبها لو كنت. هو كله خير يعني، هو ربنا بيدينا الاحسن حتى لو يعني. انا كنت طبعا متضايق وقتها عشان صليبي، قلت يعني مش هعرف ارجع، كل تقريبا جيلي سافر امريكا، بس انا قلت يعني هرجع بصعوبه، بس الحمد لله يعني. الحمد لله رب. طب قول لي انت 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 وانت مع المنتخب حاسس ان افريقيا اتقدمت في الباسكت؟ يعني انت برضو اكيد بتشوف واكيد تابعت وانت صغير الماتشات، حاسس ان افريقيا اتطورت؟ يعني انا شايف بعين المشاهد ان فنياتهم عاليه جدا، ده طبعا بالاضافه للفيزيكال اللي هو اصلا عالي، شايف ان هم اتطوروا وشايف هم جماعيا اتطوروا بقى الموضوع صعب، ولا الدنيا يعني ممكن نقدر؟ لا هو يعني زي ما حضرتك بتقول كده، هم اصلا كانوا فيزيكالي كويسين جدا يعني، هم اصلا القوه والسرعه وكل ده عندهم، جابوا مدربين اجانب طوروا من نفسهم، فده طبعا زادهم مهاره، فالمهاره على القوه والسرعه طبعا الموضوع بقى صعب جدا ان احنا يعني الموضوع يعني الماتشات بقت صعبه جدا في افريقيا. الفرق حتى الفرق اللي هي مثلا اي فرقه مثلا يعني كانت تحتينا بكتير مثلا، عندك رواندا اللي هي جايه بعدينا بكتير، بقى ماتشها صعب، كل دي ماتشات بقت صعبه، غينيا اوغندا كل ده بقى ماتشات صعبه. بس يعني بس احنا لو كنا يعني انا متاكد ان احنا لو كنا في ظروف احسن من اللي فاتت وكاملين كنا كنا هنعمل حاجه كويسه جدا، كنا ممكن نلعب فاينل مع تونس الصراحه. انت حاسس ان احنا عملنا ماتش حلو جدا مع تونس، كنا هنكسبهم. تونس يعني مصر بالنسبه لهم، انا طول عمرنا تونس حبايبنا واصحابنا، بس اول ما السفاره وبيشوفوا تيشيرت منتخب مصر طبعا
زي الجزائر كده. احنا جينا كمان حتى مع تونس، انا ما افتكرش ان انا خسرت من تونس غير مره يمكن لما صالح بدا يطلع. خسرنا مره واحده منهم في قطر، مره واحده في البطوله الوديه، انما كان جيلي كله ايام لمجد بن نجاح واللي هم يمكن هم عارفين انا بقول ايه، كل ده كنا احنا بنكسب على طول. كان ماتش تونس ده بالنسبه لنا الحمد لله باذن الله مضمون. هم تطوروا بعد كده، تطوروا جدا. تطوروا جدا جدا جدا. وعندهم كمان موضوع الاحتراف في كذا لعيب عندهم محترف. عندهم صالح، صالح احترف الكارف في اوروبا يعني، مكرم من رمضان، مكرم احترف في فرنسا، وعمر عباده، وبعدين مكرم دلوقتي بيلعب في البرتغال، بنفيكا البرتغالي. عارف بنفيكا ده كان بيلعب فيه جان جاك الانجولي. يعني بنفيكا دايما بيبص على لعيبه افريقيا، لازم عنده مكان بنفيكا والفرقه كويسه. وخلي بالك المحترف اللي جابته تونس اللي هو مايكل كورس، المجنس. مجنس مايكل رول، انا اسف، مايكل رول. مايكل رول متعب، صح؟ متعب جامد قوي. لا هو لعيب يعني، هو هيئته ما تديش انه لعيب، بس هو لعيب جامد يعني، لعيب جامد جدا. شنب وكرش انا كنت ما اعرفش اقول مين ده يعني، بس لما شفته لا هو جامد جدا يعني، هو ذكي. هو لعب فاينل يورو ليج اصلا. لا هو جامد يعني. تعرف ان مين اللي رشحه لتونس؟ مين بقى؟ صالح ماجر هو اللي لعب قصاده ورشحه. بس هما كمان كابتن هيثم بقى لهم فتره طويله مع بعض، حتى بالمجنس. فهم حافظين بعض يعني، هو نفس الجيل طالع مع بعض. لعبوا هما وهاب امين قال كده، وهاب امين كان معانا وقال كده، هما اللي كسبوا نفس يعني. هتلاقي مثلا 2 3 هما اللي متغيرين عن بطوله افريقيا اللي هما كسبوها اللي فاتت، اللي هي من سنتين. ف افريكان اللي اسمها افريكان، اللي كانت من سنتين، اللي اسمها افريكان، مش عارف افريكان. هو كل سنتين كل سنتين بطوله كسبوها برضه. هما تاريخهم 3 بطولات، منهم بطولتين. وعلى فكره امير روزيه اللي في الجهاز الفني ما كان بيلعب في الاهلي، كان بيلعب في الاهلي برضه. انا عايز اقول لكم يعني، طب يعني برضه هقول لكم حاجه. انا لما جيت اتنقلت للاهلي كان حلم حياتي، اول ما جيت كده كنت اقعد ادعي يا رب يا رب الدوري، يا رب عايز دوري. انا جيت النادي الاهلي ما خدتش دوري، ما عملتش حاجه. انتوا عندكم الويلنج ده؟ احنا اول ما جينا يعني كنا حتى بنتكلم، فاحنا قلنا احنا ان شاء الله نكسب كل البطولات اللي احنا ندخل فيها، بس اهم حاجه فيهم كان الدوري طبعا. ده حتى دلوقتي بيأهل لبطوله افريقيا، فدي بطوله مهمه جدا، وكل الناس عايزه تلعب فيها يعني. فان ده خط بيخلي الناس تبص عليك، حتى بتلعب تحت مظله الام بي اي، فدي حاجه كويسه جدا. فاحنا برده واخدينها ستيب باي ستيب يعني. اول حاجه حتى لو منطقه القاهره اقل في المستوى، فدي برضو ماتشات كانت تمهيديه للبطوله العربيه. فربنا كرمنا فيها الاول، دخلنا بطوله عربيه الحمد لله، الحمد لله ربنا كرمنا. فاحنا واخدينها ستيب باي ستيب يعني. دلوقتي اهو في بطوله المرتبط ماشيين كويس ومركزين، وتاهلنا اهو الحمد لله لدور ال 16. اعتقد احنا الفرقه الوحيده اللي ما خسرناش ولا ماتش يعني، الحمد لله. يا ستيب باي ستيب يعني، ان شاء الله نخلص المرتبط. ويمكن مستر اجوستي كان هنا في القناه وكان منورنا وقال نفس الكلام، قال انا بقفل البطوله وافكر في اللي بعدين. قال لكم كده في اول تمرينه مثلا بعد الدوري، بعد البطوله العربيه؟ هو اتكلم معانا قال لنا احنا هنفرح وخلاص، ويعني يومين وكل حاجه، بس لازم نتعلم من اخطائنا. اكيد كسبنا بس في اخطاء هنتعلم منها، اللي جاي لازم نركز فيه، لازم نقفل صفحه البطوله العربيه خالص. قال لنا نركز في بطوله، قال لنا احنا يعني الطموح ما ينفعش يبقى ليه يعني، مفيش سقف، انت كده لازم نكسب كل البطولات. بس الفكره ان انت تركز في بطوله. فهو قال لنا نركز دلوقتي في دوري المرتبط اللي احنا فيه دلوقتي، فاحنا دي اللي احنا عاملينه، احنا مركزين جدا في دوري المرتبط، وان شاء الله نخلص دوري المرتبط على خير ان شاء الله باذن الله، نخش في اللي بعديه. فدي يعني سياسه طبعا احترمها جدا. يعني انا عايز اقول لكم الجمهور يعني بقى بيدور عليكم في القنوات ما شاء الله، والله العظيم يعني جمهور الاهلي عايز يشوفكم، الصفحات والسوشيال ميديا، احنا عايزين ماتشات السله، عايزين ماتشات السله. فالحقيقه عاملين حاله حلوه، وانا شايف ان انتم ما شاء الله يعني اضافه قويه يعني. احنا عايزين نفرحهم كمان يعني. احنا اكتر يعني حاجه عايزين نعملها ان احنا نفرح الجماهير كلها، مش عايزين حد يبقى متضايق مننا يعني. احنا لما جينا انا ومروان ما كناش مصدقين ان احنا كل دي مسجات بتجيلنا، كل الناس دي بتبارك لنا يعني. انا عايز اشكر كل الناس دي. في ناس كمان ما لحقناش نرد عليها من كتر من كتير يعني. لا بجد الناس بحب اشكرهم جدا، كل الجماهير. فاحنا يعني عايزين نرد لهم الكلام ده، عايزين نفرحهم، عايزين نكسب لهم كل البطولات. فيعني خلي بالك جمهور النادي الاهلي، الراحل صالح سليم قال النادي الاهلي ملك من صنعوه، ومن صنع النادي الاهلي هو جمهوره. فالحقيقه جمهور النادي الاهلي هو اكبر داعم، وهو اللي دايما بيبقى الوقود اللي بيحرك اي مشاعرنا كلها طبعا. فوصلت لكم من غير ما يبقى فيه لا وصلت جامد. انت نفسك يبقى فيه جمهور في الملعب؟ انا نفسي
يعني انا بقول لك لعبت ماتش واحد بس بجمهور انا كنت باشعر ده لو جمهور الاهلي كمان بقى بالذات عندك دي حاجه ثانيه حماس لا وانت كمان مروان لا تروح مني في ايه انت هادي في الاستوديو بس في الملعب بص مع الجمهور بقى مع الكوره بقى بتاع بص الاقي بص هينط يجيب الكشافات خلي بالك نفسنا بجد فهو مع الجمهور هيبقى انا لعبت ك... بس يعني يمكن بعد عوده الجمهور في الكوره ممكن الدنيا تفتح ممكن باعداد قليله الاول ربنا يكرم دي حاجه احنا بنحلم بيها برضه يعني ونتمنى ان يعني في الماتشات يعني حتى لو في جمهور واتفتح ما يحصلش فيه تجاوز لا طبعا عشان نشجع المسؤولين جمهور الاهلي كده كده يعني انا الحاجه بصيت في جمهور الاهلي ان حتى لما الفرقه مثلا حد لعب وحش لا هم مش بي يعني بيدعم. مش بيدعموه هم مش بيقولوا انت لعبت وحش لا هم بيدعموه بيقولوا ركز يعني انا كذا مره يقولوا لي لا ركز في اللي جاي ان شاء الله يعني بالظبط فجمهور الاهلي بالظبط جمهور الاهلي فاهم باسكت وغير كده ان هم مش عاديين يعني مفيش نعم. ما اظنش ان ممكن يحصل حاجه زي كده الاهلي الدنيا تمام وزي الفل جمهورنا بيعرف ايه يعني عارف هو بيعمل ايه بالزبط. بس انا بتكلم ان هو في اوقات ساعات يعني بدون مش عايز اخش في تفاصيل يعني ايا كان لو الجمهور لو الدنيا فتحت نتمنى انها تستمر طبعا ودي هتستمر بانه الجمهور يقول انا موجود وبدعم فرقتي وفرقتي بس ان في فرق وانت بتلعب بجمهور من طبعا وبالذات معاك وانت حماسي الروح اللي موجوده في الفرقه كلها مش احنا بس يعني أكيد. الروح الفرقه أكيد. كلها بصراحه اكيد عمر انا بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني حلقه حلوه وقربنا منكم وعرفناكم على الحقيقه بشكرك عمر شكرا لحضرتك مروان بشكرك نورتيني وشرفتيني كل التوفيق ليك انت وعمر شكرا حضرتك شكرا اعزائي المشاهدين دي صفقاتنا دي لاعبتنا دي نجومنا خلاص صفقات ايه بقى احنا بطولتين دلوقتي بنتكلم ان شاء الله باذن الله في الثالثه بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال